ولا المحاضر كورنيكتيف تيشو. حد فاكر فيها ست انواع من الخلايا؟ قلت لك قبل كده الثلاثه اللي فوق موجودين تحت ويزيد عليهم ثلاثه كمان. مين الثلاثه اللي فوق اللي لسه تحت؟ خد بالك المشرشر من فوق ده ايه؟ يقول لك ده الابزور. ثم فقط الشرشره تبقى ثم برضه في جوبلت ارجنتافيل يزيد بقى هو الارض ترانشيت يزيد الخلايا الزرقاء دي اللي تحت اسمها باريس سيلز. مش قادر اقول لكم سنه وسنه فانستاتيك يعني حاجات مقدسه في الامتحانات زي بلازما سيل بتاع السنه دي. طيب حد شاطر يقول لي بقى نسيبك من كبير في حاجه اسمها ام سيلز. احنا شرحنا مين في دول؟ شرحنا معايا كولاندر ايه؟ ابزورد. شرحنا الكوبلن سيلز. شرحنا الاندر فرانشيت كولاندر. كنا وقفنا عند مين؟ حد لاحظ ان فانس اول ثلاث حروف كان عارفين زي مين في الفاكهه دي؟ زي البانكرياس. حتى وصف الخلايا اللي هقوله النهارده كاني بتكلم على خلايا البنكرياس. يعني انا لما يجي البنكرياس هشرحه؟ هشرح السيلز بتاعته ولا ساعدتكم لما تشرحوها؟ لان هيبقى نفس ايه؟ الكلام اللي هقوله هنا في الباريت سيلز. سيبك في ايدك وحد شاطر يقول لي الباريت سيلز هنا لونها ايه؟ لونها ازرق. اهي اللي تحت في قاع مين؟ الكريتوم. اول حرف في الفانس اسمه ايه؟ بي. تبقى شكلها بيراميدال سيلز عشان قلت لك الاولى فيها تبقى بيراميدال. طيب تيجي تشوف دي كده دي جربناها هنوصل بقى اهي مين ده؟ مين ده؟ شوف خلي بالك مش دي كريت؟ ايه دي؟ فاضيين دول ايه؟ واللي ليهم براش اوردر كولامنر ابزوربنج. شايفين السيلز اللي تحت اللي من تحت زرقاء ومنقطه فوق احمر؟ دي بقى فانس في قاع مين؟ مين اللي كان على مين اللي كنت بقولها في اي سيل؟ صحيح مكانها فين؟ شيب لايت والكترو مايكروسكوب ثم الفانكشن. تيجي تحاولوا تكلفوها معايا لما اشوف ولادي بقى استفادوا من كلام الرولز هنا ولا لا؟ اولا مكانها فين؟ في البيز اوف ذا كريك. تكاتر شكلها بيراميدال سيل. اليوكس فين؟ حد شاطر يقول لي بيز اند جراوند. اهي اليوكس بيز اند جراوند. طيب نلاحظ السيتوبلازم اللي قوي الملاحظه مقسوم اتنين فوق احمر وتحت ازرق. بص احفظها كده اي اي بي بي. اي بي كان اسيدوفيلك ليزر الفيزوفيل. طب اقول لك الفانكشن عشان تالف على فكره قدام فاضي الدنيا فاضيه تعالوا اقعد منه قدام. النهارده الظهر فاضي. سبيس كده يخشوا. يلا حبيبتي. حد بقى من ولادي يقول لي السيتوبلازم مقسوم اتنين اللي هما اي بي كان وبي بي. مين اي وبي بي؟ اي كان اسيدوفيلك وليزر بيزوفيلك. طب انا هقول لك وظيفتها دي بتصنع انتستاينال انزايمز واهم واحد فيهم اسمه لايزوزايم. ده في طلبه كده بيبقى متخطط عمره في الامتحان يقول لك السيل دي بتسكريت لايزوزومز. في خلايا بتفرز لايزوزومز تحمره ايه؟ طبعا بص يا حبايبي تعمل ديزاين اسمه لايزوزايم. يعني ايه زايم؟ ديزاين اللي بيعمل لايسيس للبكتيريا. احنا اتفقنا احنا بنعقم الاكل ولا بناكل زباله كتير؟ طب يبقى في بكتيريا وفي زباله مين يكسرها لي؟ غير الاتش سي ال والحاجات بتاعت المعده مين في الانتستن؟ لايزوزايم ده انتي بكتيريا انزايم.
Let's go.
دلوقتي في مدينة ما خرجوش. طب انا لما جيت اقرا في اخر اسبوع فاكره سمعتهم ازاي؟ خالص لا. وهاخد مجهود عشان افتكرها ازاي اتقالت ايه؟ يبقى سعادتك يوم ما تاخدها يوم ما تعمل ايه؟ اقرا. وبعدين اخر اسبوع اقرا كمان بجد لو قريتوها يوميها مش تنساها. ولما تيجي تستعيد تاني اخر اسبوع مش هتاخد وقت على في الحفظ، هتلاقي حافظ معاك تقريبا. بس فدام انتشن بريزنتنج سيلز فوق لينك فوليك اسمها بيرز باتشز. الشرط فيك قولي ده يبقى اكتر حته تلاقيها فيها فين؟ في الاليا. في الاليا في البريتس اوفر بيرز باتشز. دي موجوده في السايت. طب يعني مش موجوده في الحته الثانيه؟ لا موجوده، بس هي اكتر حته موجوده فيها فين؟ في الاليا. على فكره في الحته الثانيه في لينفوسايتس متبعثره. لكن عاملين كور وكلافيه دي اسمها كريس باش ده فين بس؟ تعالى كده نشوف. Yes.
الانسان دي بتشتغل اوقات معينه، فكل الزهرات بتاكل طول الوقت. فاهم؟ مش الصنع بس، قال النيوتن كمان. تقول الاكل قاعد وصلني يلبس لسه بياكل يلبس. مش لاقي يعني في انسان دي موجوده فين؟ والتاني. الصنع والتاني بتتنزل. فين بس بتتنزل؟ طيب دكتور ليه فكرني اي جي؟ ها والبلد بوليسيستو كايمين.
gastric inhibitor. Gastric inhibitor. عين الحته دي ايه؟ الحرف اللي مرفوع مكتوب كيسه ملوش علاقه اسمه ريموت. افتكرها كده gastric inhibitor. gastric inhibitor عشان تفتكر اسمها كيسه ملهاش علاقه بيها. الحقيقة في عنوان اسمه بايرورو جودلان جانشن. أنا لسه ما تدوش فيه. بايرورس ففيها وزيكين ومن فترة الفرد للفاندس ويه. كأني براجع معارك الفاندس وهقول معارك البايرورس عشان أقدر أخد بايرورو جودلان جانشن في الدايو
طيب احنا كده خلصنا الجدول، الفرق بين مين ومين. طب استنى بقى، بص السؤال
Yeah.
in the giving. Have someone say, as me, you only get us, and I have to be given. Where is there logic? This Seacom. Yeah, I'm not that, but I have this man Seacom. And the one I read. Like this, huh? A bit. So, my people are blown, see, as standing in the pool. Runar Zeglen. Runar Zeglen. Runar Zeglen.
الأكبر عن أولادي. لو أنا في السمول انتستر المسكروزة المعتادة في الجي أي تي كله، إلى أين أفضل فيه؟ الإنر سيربل واحدة في السمول ولارج، المختلفات 30 أو في اللونجيتيود، لو أنا في السمول دامتر إيه؟ صغير في الأفضل لونجيتيود ماشية زي ما يدور وان تاني وسطي. إنما في مين؟ في اللارج انتستر، تسمعني كويس؟ الأفضل لونجيتيود أريج كام حزمة بس؟ ثلاثة. وكلهم ماسكين على البريستاتيك موفمنت، حركتهم تبقى عامله زي الدوده واسميها فينيا كولاي. يعني يقول لي في الماسكولوزا ايه الفرق؟ سمول ولارج. هل في فرق في الانر سيركل؟ الفرق فين؟ مين كونتينوس؟ سمول. انما في اللارج ارينج لكام بندل فقط؟ ثلاثه بندل سميناهم فينيا كولاي. سميناهم ايه تاني؟ طيب بعد اذنك اخر جايب ايه دي؟ ايه ده؟ مين فكر لي سكلوزا كانت عباره عن ايه؟ بلغتيه دي؟ كورنيك تيشو بلغتي وسام فيلس كويك؟ مش نفس الكلام هنا؟ بس ايه اللي عايز ده؟ بس هي سيلز. مين التخينه سكلوزا ولا دوش؟ لارج. الدوش قالك